فينا ما نحكي بالموضوع هلأ حياتي؟ بليز. طيب أنا فيت على المكتب خلص شوية شغل على التليفون مع ابتسام، نص ساعة بكون خالص. بحبك رمزي، بحبك. وأنا كمان بحبك، ولا يمكن أقبل إني أخسرك بيوم. أبداً أبداً. عايزي شي ستنا؟ لا أبداً عادل، ميرسي. قلي عادل، مريني، أنت صار لك زمان بالبيت ما هيك؟ من أيام المرحومة الله يرحمه. الله يرحمه. كانت ست عظيمة؟ كانت إنسانة عظيمة، كل الناس كانت تحلف وحياتها. وكلهم مثلها؟ قصدي أقول أولادها وإخواتها. ست نسرين، أنا ما بحب أحكي إشياء ما لي خاصة فيها أبداً. بعرف بعرف عادل، أنا بس عم بسألك سؤال واحد، بدي تجاوبني عليه إيه أو لا. كل العيلة فيها خير وبركة. ست نسرين، إذا عايزتيني بشي أنا هون. أنا ماني زعلانة من يلي سمعته، زعلانة من شي تاني. من شو زعلانة يا حبيبتي؟ بفهم ولادك، بفهم ليش هيك عم بيرفضوني. أنا أكتر وحدة بتعرف قدي مهم وجود الأهل بحياة ولادهم، قديش هيك بأثروا على شخصيتهم، فيهم هيك بإيدهم يرسموا مستقبلهم ويحددوا مصيرهم. أكيد أنا كمان بعرف هالشي. ولادك رمزي ناطرين جواب على سؤال واحد، سؤال بانين عليه كل حياتهم، مين السبب بموت أمهم؟ ناطرين حدا يأكد لهم أنه هن بريئين من هالموت. أبداً، مثل ما أنا بانية كل حياتي على سؤال واحد، ليش البابا ترك الماما وراح مع مرة تانية؟ أوقات بصير بسأل حالي إنه أنا كنت بنت مش منيحة، أو كتروا مصاريفنا مثل ما الماما كانت دايما تقلنا، أو بلكي هرب لأنه عرف إنه الماما حبلة بطارق مش قادر يأمن لنا مصاري. الولاد عطول بيحسوا بالذنب، عطول بيحسوا إنه هن سبب الخلاف بين أمهم وبيهم. شو عم تحاولي تفسري لي؟ إنك متعاطفة مع ولادي؟ مش عم بقول هيك رمزي، عم بقول إنه أنا بفهم وضع جاد، لأنه وضعه مثل وضعي بس من غير ناحية وبغير ظروف. بالنهاية ما حدا منا بلا عقد. لوين حبيبتي؟ أنا نعست وبدي نام. عم
بتأكد انك صرتي مرضي. في اطلب منك شيء؟ القمر بجيب لك اياه. قبل اتمشى معك بالضيعة هيك بدي زور كل الناس يلي هون. مش انت قلت لي انه هيدي مملكتي وانا الملكة عليها؟ انه معقول الملكة ما تتعرف على رعيتها؟ اوكي، لكن لا منتروق ولا منشرب قهوة. هلا الرعية بتطعمينا وبتشربنا قهوة. سهرة رومانسية وحلوة مثل حبيبتي. حبيبي أنت. شو هيدا رمزي؟ واو، اسمحيلي لبسك إياه؟ كتير عطيتني مجوهرات على العرس، ما بيسوى تدلعني هالقد. ولا يوم رح يكون كافي، انت بتستاهلي كل كنوز الدنيا.